لكن يعني أثناء حديثك ما حبيت أستوقفك، داعش نتاج مثال الصحوة في تقدير عادل الكلباني؟ هي لا شك لا شك. عبرت تعبير آخر، قلت داعش نبتة سلفية. نبتة سلفية هي شلون؟ كيف نبتة سلفية؟ هم يستدلون، شوف يعني بعض الأخوان يقول لك إن صناعة استخباراتية وصناعة. الاستخبارات لا تنشئ شيئا جديدا، هي تستغل الموجود. فهم يعني هم استغلوا من يحمل ذلك الفكر. الفكر الذي تحمله داعش فكر سلفي، ليست إخوانية وليست قطبية وليست صوفية وليست أشعرية. يستدلون بما في كتبنا نحن وفي مبادئنا نحن. ولأجل هذا ستجد أن أكثر من ينقدها لا ينقد فكرها، هو ينقد فعلها. نحن نريد ننقد الفكرة التي بنت عليها، اللي هي مثلا المرتد. لماذا لا نتكلم فيه ونوضحه ونجعل من يقيم الحد عليه ومن إلى آخره. نحن لا نناقش فقط أن طريقة القتل وهذه وحشية وتسيء إلينا عند العالم، تسيء إلينا. يعني لو قتلناه بطريقة لا تسيء إلينا لا بأس، نعتقد أن هذا. فإذا الفكرة الأصلية والمنبت الأصلي منبت سلفي. نعم قد تكون، قد تأتي الاستخبارات أو دول أخرى مستفيدة وتنمي هذا وتسهل لهم الأمور، تعطيهم، وهي لا شك مدت بأسلحة ومدت بأعتاد وترك لها مجال رحب للتسير في الأرض. هذا لا شك المراه منتفع، لكن منتفع استغل مبدأ موجودا عندنا وموجود في كتبنا وبين ظهرانينا. بل هناك من يحمل نفس الفكر لكن بأسلوب يعني معتب، يقول لو لم خالف. وانت تعرف كثير من يعني لما قتل بعض الصحفيين وبعض هذا نتاج ماذا؟ نتاج فتاوى معينة ورد على بعض العلماء حتى واستبيحت دماؤهم. فتاوى سلفية ليست فتاوى خارجة عن السلف.